النهارده هنعمل مع بعض عزومه فيها حمام. طيب الحمام ده في ناس كتير ما بتاكلش حمام، وناس البعض بياكل حمام. ماشي، هتدولي الحماميه؟ ماشي اوكي ان شاء الله. بس حبيبي فاحنا هنحل الموضوع ده ازاي؟ احنا هنجيب حمام، واللي ما بيحبش حمام هنعمله الحمام الكذاب. يبقى احنا رضينا جميع الاطراف، الاثنين مع بعض بخلطه واحده، وهحشيهم الاثنين ايه؟ فريك. هقول التكات فيهم كده صغيره ان شاء الله تبقى لطيفه. إيه طبعا بقى ده يعتبر كده عزومه شرقي، فيها الحمام، فيها الحمام الكذاب، فيها شويه ملوخيه، فيها شويه بتنجان مخلل، حاجات كده ان شاء الله تعجبكم، وعزومه لطيفه وحلوه ويعني مرضين جميع الاطراف يعتبر. برضه لان انا عامله حمام كذاب ده للجداد شويه اللي بيحبوش الحمام، الحمام ده يعني الكبار بس اللي بياكلوه، الصغيرين ما لهمش فيه، خايبين قوي. بصوا انا عندي هنا فريك غسلاه نقعاه سنه صغنونه في الميه، عندي بصل، جزرايه مبشوره، وسمنه، ماشي، هحط لها شويه حبهان وورق لورو، كل ده مع الخلطه، وجوز الطيب او بهارات، ماشي، الاثنين مع بعض. ايوه. صباح الفل. الصحن البدري ده خير. طيب هنزل هو الحمام، هما الاثنين مقادير واحده بس هنزلهم ورا بعض، يعني الحمام الكذاب هو نفس مقادير الحمام العادي، بس هنا مستخدمه حمام، وهنا مستخدمه وراك الفراخ اللي احنا لحد دلوقتي بقى خلاص بقوا شاطرين جدا بتوع الفراخ، واي حد بيبيع فراخ يعني تبقى شاطرين ان هم بيخلوها كده. يقولوا انا عايز اعمل حمام كدابات مشهوره، خلاص بيخلوا لك ده كده تمام، ويسيبوا لك العضمايه دي كانها راس الحمامه، عضمتها الورك مشهوره جدا اهي تمام، ودي كلها هنحشيها برده كانها ده، بيسيبوا لك العضمايه دي وحتى مكسوره اهي، ومن جوه مخلي كله من العظم، نبدا نحشيه عشان نعمل حمامه الكدابه بقى دي. انا هعملهم بالفريك طبعا، ممكن عايز تعملي بالرز تعملي بالرز، ما عنديش اي مشكله تمام كده. بسم الله، اشطف ايديا بس بطرح الفراخ دي. هنيجي بقى هنا نعمل الفريك بتاعنا، نسويه، هسويه بجزر مبشور، ناخد معلقة سم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بلاش نص معلقة، هحط بصلاية فصين حبهان ورق لورو جوز الطيب ملح وفلفل، بصي او بهارات، البهارات فيها جوز الطيب برضه، مش عايزه تكتري جوز الطيب يعني، يبقى ايه بهارات. الفريك هي تقليبه بسيطه خالص، البصله مع ده كله، واسوي بالشكل ده، واديها ميه قليل، احط لها بس الجزر كمان بقى معاها يستوي مع الفريك. هديها ميه قد ايه؟ ميه مغطيهاش، لان انا عايزه الفريك مفلفل مش عايزاه معجن، فاديه شويه ميه كده. يعني لو انا عامله طبعا هو بيرجع برده ان انا نقعت الفريك قد ايه، فانا بس ان قولي ساعة زمن، قولي على ما حضرت يعني الحاجات وكده، قولي مرة ساعة ماشي. فكوبايتين الفريك بديهم كوباية مية نص، واغطي واوطي عليها واسيبها تستوي. نيجي بقى قولي بقى استوى، نقول استوى وبقى بالشكل ده تمام. هنبدأ ان احنا نحشي بيه الحمام، الحمامة ثواني بس عشان ايه هعمل بس هنا خلطة كده صغننة، فلفل اسود وملح وسنة بهارات جوز الطيب يعني زي ما انت عايزة. وهعمل ايه بقى؟ همسك الحمامه او الوراك،
اللي انا هعمل بيها لانزا ادوق خلياها وعاملاها زي الحمام الكذاب، ورك مخلي من العظم هنا ومن هنا كله بيعمله دلوقتي خلاص، وسبت بس الراس بتاعتها. عملتها معاكم قبل كده وفرغناها على الهواء. نجيب بقى شويه فلفل اسود بالبهارات جوه الحمامه كده، طبعا بننقي الحمام ازاي؟ المفروض انت تنقي شاطره بقى في لقيه الحمام. ماشي، اتبل كمان الورك كده. وهنا الورك ده انت ممكن بقى كمان تحطي له بصل، يعني الورك ده عشان احشويه مش هسلقه، فتحطي له بصلايه كده بس تدبليه بيها. تمام، هناخد بقى هنا كده دي بالشكل ده ونبدا نحشي. ماشي، ابصوا كده ادي الحماميه احنا بنمسكها كده مش من رجلها كده اهو. طبعا لما اكون غسلاها والميه تنزل من فوق هنا تنزل لهنا عشان انقي الحمامه انقيها ازاي؟ لا دي هتبقى طبعا برشها، بتمسكيها بس كده كده من تحت جناحها كده، يعني تمسك الحمامه من تحت جناحها. الصباعين دول لازم يكونوا ايه؟ صباعين ايديك يكونوا موسعين عن بعض شويه، ما يكونش مقفلين دوتش بس متنضفه وكل حاجه، انما لا. ولازم تكون الصدر ده هو اللي مليان اللي هنا ده، فهتحسي بيه وانت ماسكاها كده ان الصدر مليان بتاعها. ماشي، كتفها بس كده، طب مش هتكتفيها وهي صاحيه، كتفيها بس ما اتذبحت، انا بقول على صدرها. فالعظمه دي لما تكون بارزه تعرفي ان هي صغننه، يعني دي صغيره، انما لما تكون العظمه مبططه بيبقى اللحم ده مغطي عليها كده شويه، دي كويسه. تمام، لان اللحم اصلا ما فيهاش غير الصدر، يعني دي اكبر شويه. بصوا هنا الفرق، هنا في لحم كده، دي هي الحلوه ودي صغنونه، دي عظمتها باينه اكتر، دي اللحم كاسي كده كده كويسه. تمام كده بيبان ازاي وهي برشها اما نمسكها، بنحس بالعظمه بارزه او بالعظمه مش بارزه. تمام، ونمسك يلا بسم الله كده. انا متبلاها ملح وفلفل وبهارات كده كده، انا هسلقها في الايه؟ في الميه، واحط لها بصل، احط لها ورق لورو، احط لها حبهان، تسلق عادي خالص. تمام، ادي كده ده الحمام اللي هسلقه، احط له بس الميه تغلي واروح سلقاه. وراك الفراخ اللي هعملها حمام كذاب، هتعمل ازاي؟ بروح ماسكه، بص بيعملوها ازاي، اهي كده اهي، وسايبين الحته دي مش فاتحينها، وسدين العضه بس من كسرين العظمه هنا ومشدوده، فاحنا نحشي كده من هنا. نروح ماسكين، بسم الله الرحمن الرحيم، ادخل كده هنا الفريك كده، واروح ماسكه بقى بالخله ومقفله عليه او بالخيط، انا مش هسلقها، انا هشويها على طول لان الورك كده كده ايه؟ مش بيستحمل. وانا جايبه الخله، شكرا يا سكسكه، انا جايبه بقى الخله كده ومقفله اللحم ضمه على بعضه كده. لو انا هسلقها يبقى يتلفيها في استرتش، يا اما تروحي عامله ايه؟ يا اما تروحي على فاه بخيط، انما انا هنا لا، انا حشوي، فهتبقى ثابته على الصينيه على طول. بسم الله، بالشكل ده. تمام، واروح بقى ايه؟ جايبه شويه صلصه بحبه ميه كده بساط، واروح دهنها بيها ومدخلها تستوي. طبعا ده ورك، مش ما نعملش كده في الحمام، ما ينفعش، الحمام لازم يتسلق، انما الوراك لا، الوراك بتستوي بسرعه، وكده كده اللي جواها ني، ملح وفلفل عليها كده بس وبهارات، واروح مدخلها الفرن تشوي، تطلع لك حمامه كدابه شويه زي ما هي كده. ده بياخد له حوالي ساعه الا ربع. تمام، نيجي بقى دلوقتي الحمامه اللي اتسلقت، عايزين نعملها بطريقه حلوه كده وبتحمير كده زي بتاع بره، ايه بيعملوه ازاي؟ انا عايزينه بقى، يعني احنا مش هنتك قوي طبعا، احنا على طول بنعمل ايه؟ بروح دهناها سنه سمنه كده او سنه زيت مع صلصه وملح وفلفل وندخلها زي ما عملنا في التانيين. لا، اللي اتسلق بقى ده انا هعمله زي بتاع بره بالظبط. بيعملوه ازاي؟ بيقلوه في الزيت، زيت كميه زيت كبيره كده كاني بحمى بطاطس، واحنا منزلين فيها الحمامه ومطلعينها. فانا النهارده هعمله كده، دي بقى طريقه بره بيعملوها كده في المحلات، بتلاقيها حلوه وحمرة من التحمير كده، بيحمرها زي البطاطس.